سيد إسلام، خليني خبرك شي. تفضل دكتور، تفضل. يا سيدي، واحد من أصحابي الأجانب. تقصد من الإفرنجة؟ إيه. الله يلعنهم دنيا وآخرة دكتور. ولك ليش عم تلعن؟ الجماعة ما عم يحكوا عنك إلا أشياء حلوة. إيه واو، شو حكى؟ يا سيدي، صاحبي الإفرنجي قال إنه قرأ في كتابك آية حلوة: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وكمان آية بتقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. وشو فهم صاحبك الإفرنجي من هالكلام دكتور؟ إنه القتل في الإسلام حرام. طبعا القتل حرام دكتور، بس مثل ما قال سيدنا علي كرم الله وجهه، القرآن حمال أوجه دكتور. شو يعني؟ يعني القرآن ممكن يتفسر بعدة معاني دكتور، وهذا من معجزات القرآن دكتور. ايوة، وشو هلا؟ القتل حرام ولا مو حرام؟ حرام ومش حرام، رح فسر لك الكلام، بس خليها بيناتنا وما في داعي صاحبك الإفرنجي يعرفها. هات لنشوف. يا سيدي، في الإسلام الأصل في الأشياء الإباحة، يعني لا تحريم إلا بنص صريح صحيح. ماشي دكتور؟ ماشي. إيوة، والآيات المذكورة ما فيها تحريم عام للقتل دكتور. اسألني ليش؟ ليش؟ إذا راجعت تفسير الآيات رح يتضح لك أنه النفس المحرم قتلها في الآيات هي نفس المسلم دكتور، والكفار ما بيخصهم هذا التحريم لا من قريب ولا من بعيد دكتور. وهذا الشيء بيأكد القرآن في مكان تاني: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وكمان عن رسول الله: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وكمان واحدة بتقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. بعدين في التحريم في استثناء للمفسدين دكتور. ومين هدول المفسدين؟ المفسدين هن الكفار اللي بيطعنوا في دين الله ويصدوا الناس عن اعتناقه دكتور، لعنهم الله دنيا وآخرة. يا لطيف، شو قلبك أسود يا سيد إسلام، يا لطيف. إيه والله حيرتني معك دكتور، مرة بتقولي قلبك دموي أحمر، ومرة بتقولي قلبك أسود، وبكرة راح تقولي قلبك أبيض. إرساعة لون واحد دكتور.